مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم في يوم جديد من أيام وليالي النادي الأهلي. النهاردة بنقول مبروك، مبروك لكل الأهلوية، مبروك للمصريين. النهاردة موجودين دلوقتي معاكم، مش من الإنتاج الإعلامي، لا، موجودين في استاد الأهلي والسلام. النهاردة ثلاث مؤسسات على أعلى مستوى بتحتفل النهاردة وبتطلعنا منتج على مستوى عالمي. طبعا الانتاج الحربي، المؤسسة الكبيرة المالكة لاستاد السلام في مدينة السلام، وكمان مؤسسة كبيرة جدا، مؤسسة اسمها النادي الأهلي، ومؤسسة الشركة المصرية للاتصالات وي، عملوا لنا نموذج أكتر من رائع، نموذج وطني، نموذج رياضي. النهاردة موجود بيحقق حلم من أحلام جماهير النادي الأهلي، حلم كبير جدا كان النادي الأهلي بيحلم بيه وجماهيره، أنه يكون له استاد، ولسه كمان الأحلام جاية، لكن بالتعاون الأكتر من رائع مع مؤسسة كبيرة زي الإنتاج الحربي الموجودة هي المالكة لهذا الاستاد، أدت حق رفع شعار النادي الأهلي، وشعار كبير جدا مع شعار شركة كمان كبيرة جدا هي المصرية للاتصالات وي. برحب بيكو وفي استاد الأهلي وسلام. مساء الخير يا سهام. مساء الخير، يا رب اجعله فتحة خير علينا، قولوا أمين. مساء الخير، وهو خير، وخير كبير قوي، وخير عظيم بنشوفه النهاردة من وقت ما بدأ الافتتاح، افتتاح استاد الأهلي، الأهلي والسلام. مبسوطة جدا، وإحساس مختلف وكبير جدا وعظيم. أنا مبسوطة وفخورة وأنا قاعدة واسم شعار النادي الأهلي في كل مكان في الاستاد. من ينتمي لهذا الكيان يعرف الشعور ويعرف لغة الحماس اللي الواحد بيتكلم فيها في اللحظة دي. شكرا وي، أنا مبسوطة جداً إن إحنا مع حضراتكم النهاردة في ليلة خاصة من ليالي البيت الكبير. الإنتاج الحربي شكراً، شكراً لشركة استادات اللي اختارت هذا الاستاد علشان نرفع شعار النادي الأهلي البيت الكبير هنا في مدينة السلام. طبعاً ده كله بالتعاون مع الشركة الراعية، شركة المصرية للاتصالات وي، وإحنا بيسعدنا إن إحنا يكون النهاردة في يعني في استضافتنا في البيت الكبير واحد من أهم ممثلين الشركة المصرية للاتصالات وي، هو السيد محمد أبو طالب. أنا برحب بحضرتك، وحضرتك طبعاً النائب التجاري للشركة المصرية للاتصالات، برحب بيك وألف ألف مبروك. اسم النادي الأهلي اسم كبير وعظيم، وأيضا شركة وي أو المصرية للاتصالات وي اسم كبير. إزاي جه هذا التعاون؟ أولا أشكركم طبعا على المقدمة الجميلة دي، ويوم جميل جدا يعني طبيعي كل الناس تبقى فرحانة بيه، الجمهور النادي الأهلي العظيم اللي يستحق كل خير، شركة استادات اللي طبعا إدارة بتاعتها معروفة بالتنظيم والتكفل بكل الحاجات الناجحة قبل كده، مجلس إدارة النادي الأهلي أشكره جدا باحترامه الجميل والمعهود بالاحتفال النهاردة، وأبارك له على مجهوده وحاجة تحسب له في العهد بتاعه. بداية الموضوع كانت لما كنا بنتكلم في حق رعاية النادي الأهلي، لما كنا قاعدين مع كابتن محمود الخطيب، والفكرة بدأت بأول حملة إن شركة وطنية وعريقة وقديمة زي المصرية للاتصالات وي تبتدي تدخل في أهم حاجة بيحبها الشعب المصري وهي كرة القدم. وكنا ابتدينا برعاية الدوري المصري وكأس مصر، فكانت ختامها مسك بإن احنا نرعى النادي الأهلي وهو نادي عظيم وعريق، ونتشرف طبعا بإن احنا شعارنا يبقى على قميص نادي الأهلي. بس أول حاجة فكرنا فيها لما جينا نتكلم في حكاية الشعار على قميص دي، كنا عاوزين نبقى مختلفين. اتفقنا، وكانت في جمله مشهوره جدا كانت في الاجتماع مع كابتن محمود الخطيب، النادي الاهلي اكبر من احد يراه. المصريه للاتصالات شركه كبيره جدا وعظيمه جدا، بس احنا كنا عاوزين نبقى كنوع من مشجعين النادي الاهلي، كنوع من الداعمين، نتشارك الداعمين مشاركين للنادي الاهلي. نبقى الشعار بدا من هنا، ان وي معاك اهلي. الفكره نفسها جت من ان احنا ان حضراتكم تكونوا شركاء والنادي الاهلي كمان شريك معاكم، فهي بالزبط. كلمه وي
جت من منطلق ده بالظبط، وان احنا نبقى شريك فعال، مش بنجيب شعار نحطه على قميص نادي الاهلي وننبسط انه يظهر في التلفزيون. لا، احنا عاوزين نعمل حاجات تبسط الجمهور بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي عباره عن كيان ليه جمهور. لا، وكمان عايز ازود على حضرتك، انتوا كان ليكم كمان دور كبير قوي في تطوير قناه النادي الاهلي. بالظبط يعني بالظبط، ولسه دور مهم. ولسه الفتره الجايه دي لسه جاي بقى دايما لسه. دايما احنا لسه كنا بنتكلم مع اداره السادات ان دي المرحله الاولى. مرحلة أولى، خطوة جبارة، أول مرة تحصل في مصر. شراكة نائل الاستاد رائع، العلامات التجارية والنادي الأهلي والاستاد رائع جدا، والفكرة نفسها هنبتدي نبقى ندخل في العصر الطبيعي يعني نحصل اللي بيحصل بره يعني. بالظبط يعني يعني. الكلام ده بيحصل كتير جدا في أوروبا، لكن كمان حضرتك بتشارك كمان منظومة كبيرة جدا اسمها الإنتاج الحربي. الإنتاج طبعًا. الحربي هو طبعا مالك الاستاد، وماتشاته هتكون موجوده في الاستاد وتمارينه موجوده في الاستاد، لكن كمان وجود تعاون مشترك ما بين، انا في اعتقادي، ثلاث مؤسسات كبار. يعني بتتكلم على مؤسسه عظيمه زي الانتاج الحربي طبعاً. مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي، وكمان مؤسسه المصريه للاتصالات. عاملين حاجه كويسه، حاجه جديده. بس خليني اقول يعني انت عريس الليله بصراحه يعني بجد عامل شغل من اول ما بنخش من باب الاستاد، والاحتفاليه الرائعه والتنظيم الاكثر من رائع. الحمد وانا الله. عارف انك اشتغلت كتير قوي الفتره الحمد اللي فاتت. طبعا طبعا. وانت اكيد سعيد انك بتشوف يعني نتاج هذا التعب، ان المجهود ده كله بيطلع بصوره مشرفه وصوره جميله ويعجب الناس فعلا. ولسه زي ما قلنا المرحله الاولى دي اقل مرحله ان شاء الله هتبتدي فيها، ده لسه داخلين على حاجات تانية كتير تعجب الجمهور ويفتخر بان لعيبته وغرف الملابس والدكه بتاعه الاحتياطي والتطبيقات اللي هنعملها وازاي يعني. مش عاوز احرق شويه مفاجآت بس انا يعني عارف شويه ان شاء الله اللي جايه اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. لكن برضو احنا بنتكلم النهارده وهذا التطوير الرائع اللي احنا شايفينه ده ما كانش بالسهل، وكان في اكيد مجهود كبير، خاصه ان احنا بنقول ان احنا في ظروف استثنائيه. يعني طبعاً. احنا بنشتغل في تطوير من قبل، طبعا كانت قناة النادي الأهلي وشركة وي كانت عاملة شغل رائع زي ما حضراتكم شفتوه في وقت الافتتاح. النهاردة كمان إنجاز رائع وراقي جدا بتحققه شركة وي، لكن في ظروف كان فيها كورونا كنا بنشتغل أونلاين، كان الموضوع صعب جدا، وأكيد التعاون ده ما جاش في يوم وليلة، ولا الشغل ده جه في يوم وليل. اضعاف المجهود الطبيعي كان بتحصل المجهود الطبيعي. بس النهارده برضو احنا جزء من كيان كبير. مصر قدرت تتعايش مع كورونا بطريقه كفء جدا ومنظمه جدا. احنا كنا يعني كنا مبهورين كلنا، هي منظومه كبيره. فاحنا خدناها بالتبعيه، شركة مصرية اتصالات والنادي الأهلي وكل المنظومات اشتغلوا بأن الشغل يفضل ماشي زي ما هو. الإنجاز ده بالظبط كان يحصل تطلب مجهود أكبر 3-4 أضعاف طبعا، بس كان هيطلع بنفس الطريقة وبنفس الكفاءة ونفس المجهود، لأن استاد الإنتاج الحربي كمان أستاذ محمد هو استاد كبير جدا. بالظبط. والملعب يعني ضخم زي ما احنا شايفين، وشفنا يمكن برضو مباراة رائعة يعني النجوم الحقيقة اللي سطروا التاريخ ده وعملوا أمجاد يعني طبيعي في الملعب. طبيعي طبعا. استاد على اعلى مستوى. انا يعني عارف وشفت استادات بره في العالم لا يقل. يعني انا شايف ان الاستادات وخاصه على المستوى اللي بتتبني بيه، على مستوى البنيه الاساسيه، على مستوى نوعيه الملاعب. مستر محمد انت كمان لسه في تطوير، لان إن شاء الله. العمليه اللي جايه كمان احنا شفنا استادات بره كمان ليها استثمارات كبيره جدا، مش بس ان مباريات كره قدم، مش بس انك استاد بس تلعب فيه، لكن شفنا فيه بيبقى فيه ماركتنج كبير جدا، فيه بتستغل الاستاد في حاجات كتير جدا، ارضيه الملعب بتستغل كمان ان ممكن يكون في محلات تجاريه. بالزبط. كل دوت اعتقد ده في البلان اللي جاي يعني. فرح الناس، انا عايزك تديهم بس طب حاجه واحده. حاجه واحده بس شويه مفاجات. بص مش هنقدر نفرح نحرق بالظبط، بس اللي عاوز اقوله لهم ان بصوا على الانديه الكبيره في اوروبا. شوفوا ايه اللي بيحصل للنوادي الكبيره اللي فيها، هيبقى كوبي منها بالظبط هنا. يعني مش عاوز، اصل المفاجاه بتبقى حلوه برضه في ساعتها. ليه؟ الاعلان هيبقى حلو كده بس عشان يبقى اسمها مفاجاه. مفاجاه يعني بالظبط وكده. بتبقى يعني دايما احنا الحمد لله والشكر لله يعني عمرنا احنا كشركه وي عمرنا ما اتكلمنا عن وجود الاستاد. بس احنا دايما بننفذ، اتفقنا، خططنا، راقبنا التخطيط والتنفيذ، وبعد كده اعلنا. ان شاء الله احنا دلوقتي شغالين في حاجات كتيره جدا وهتعجب الجمهور جدا، وكمان في جزء تمويلي شركه السادات بتبتدي تنفذ على اساسه، لان احنا مش تخصصنا الرياضه، تخصصنا الاتصالات. في جزء
ليه علاقه بالاتصالات والتكنولوجيا، وخصوصا ان من اهم الملفات اللي مصر ماسكه مهتم بيها النهارده اللي هو التحول الرقمي. النهارده المصريه الاتصالات الفتره اللي فاتت دي كان ليها دور كبير جدا في التحول الرقمي، لازم التحول الرقمي يبتدي تطبيقه. فالناس يعني في حاجات كتيره جدا، يعني لما قاعد في بيته وداخل على الابلكيشن ويقدر يتفرج على التمرين حاجه من الحاجات، يعني برضو تبقى اونلاين، يعني اونلاين الناس تتفرج على داخل الابلكيشن، داخل تتفرج على التمرين في الاستاد، كل التمرين، تعليقات الناس، اللعيبه، انترفيوز مع اللعيبه. لازم نقرب الجمهور وقاعد في بيته من اللعيب ومن النادي بتاعه. وفي تطبيقات كتيره وفي حاجات كتيره ان شاء الله، يعني باذن الله ان شاء الله ان شاء الله كلنا امل ان في حاجات جديده ان شاء الله. وزي ما قلنا ملعب الاهلي دي السلام ده ملعب، وتاني بنأكد ده ملعب الاهلي وملعب الانتاج الحربي. كل التدريبات بالنسبه لفريق الانتاج الحربي هتكون موجوده، وكمان بيصادف، وده اختيار جيد جدا 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 لعمليه الافتتاح، ان اول مباراه للنادي الاهلي هتكون يعني المباراه اللي قادمه ان شاء الله يوم الجمعه امام الانتاج الحربي في ملعب الاهلي والسلام. ده طبعا كان جزء من الخطه، او كان يعني هي جت بمحض الصدفه ان انتوا يعني هي ما بين محض الصدفه وما بين التخطيط. يعني بالظبط كده، هو لما يكون كل اعضاء المنظومه وكل اطراف المنظومه حابين اللي هم بيعملوه وعاوزين يحققوا نجاح بينجح. ما فيش حد كان كاره او متضايق او تعبان وهو بيشتغل الشغل ده تحت ضغوط الكورونا وتحت ضغوط الوقت القصير اللي بيعملوا بيه الكلام ده. دايما نتيجه الحب ورا الشغل والمجهود لازم يبقى فيه نجاح، ولازم يبقى فيه صوره مشرفه تطلع الكيانات دي كلها بطريقه مشرفه. اكيد. وكمان حضرتك قلت كمان على هو مش وي بس الاهلي ده، كمان كان راعي الكره المصريه، ولحد دلوقتي حضرتك راعي الكره المصريه، دلوقتي راعي الكره المصريه وكاس مصر وكاس بس في معايير يعني اكيد تم وضعها لاختيار برضو الاهلي، وان يكون الاهلي جنبه وي، فده برضو زي ما احنا قلنا في البدايه اسمين كبار جدا. ازاي تم اختيار الاهلي بناء على اي معايير استاذ محمد؟ الإجابة بسيطة جدا، يعني الاختيار النادي الأهلي شيء يشرف أي شركة ترعاه. الأهلي نادي عظيم جدا، وجمهور عريض جدا، وقاعدة عريضة جدا، وإنجازات وتاريخ عظيم جدا، ومتوقع كمان التاريخ عظيم جدا. فحضرتك طبعا اللي يرعى نادي الأهلي كسبان، يعني كسبان. يعني انا نقبت وجاري بقول لحضرتك طبعا لوجو النادي الاهلي، شعار النادي الاهلي طبعا لما بيتحط جنب اي شركه، اعتقد ده مكسب كبير جدا للشركه، بالرغم طبعا مؤسسه كبيره زي وي، مؤسسه كبيره على مستوى عالي جدا. لكن طبعا النادي الاهلي زي ما انت بتقول، حتى اعتقد في الشغل التجاري بيبقى العلامه بتاعت النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي ده فلوس لوحده طبعا، انك بتشتغل. وفي السي في بتاع حضرتك بتقول انا كنت راعي نادي الاهلي في سنوات ان شاء الله نستمر في الرعايه على طول باذن الله. انا عارف المفاجات ان شاء الله اللي جايه باذن الله، يعني حاجه نفتخر كلها بيها. احنا تاني باكد على ان الشعار اللي طلع بتاع وي معاك يا اهلي كان شعار عملي جدا صح، وفكرنا فيه كتير جدا. عشان احنا عملنا شعار خاص، يعني احنا الشعار الاصلي بتاعنا وي قبل اي حد، بحيث نحن بنقدم كل خدمات جديده ومتنوعه وتكنولوجيا جديده دايما قبل اي حد. لكن بالنسبه للنادي الاهلي خاصه، ومعاك يا اهلي، معاك يا اهلي، عشان احنا تاني بناكد على عمليه الرعايه، مش مجرد انك انت بتحط شعار على قميص عشان تستفيد منه، لا، لازم تفيد الاخرين في حدود التكنولوجيا بتاعتك وحدود الافكار اللي الشركات المنافسه بصراحه بتتعاون بيها بتقولها. ان شاء الله باذن شاء الله. الله حضرتك قلت، ويمكن من خلال طبعا مشوارك الطويل من خلال الاتصالات، في بعض الشركات مجرد انها بتاخد شعار النادي الاهلي ويبقى الموضوع انتهى على كده وتمام التمام، وبتبدا العمليه ما يبقاش فيها العائد المناسب ليها حتى، لكن مجرد وجودها جنب النادي الاهلي. حضرتك بتقول لا، احنا مش يعني الكلام ده مش معانا، انت عندك كمان بلان جاي ان شاء الله الفتره اللي جايه. النادي الاهلي كمان على حضرتك على المستوى الافريقي، يعني كمان على المستوى الافريقي اظن كمان ان المستوى الافريقي بيدي كمان بتوسع دايره يعني اعلاناتك، بتوسع دايره معارفك على المستوى الافريقي، فده كمان شيء مهم جدا على المستوى الافريقي طبعا. وبرده تاني انا عاوز اعيد الحته دي، اليوم اللي احنا فيه النهارده ده يوم تاريخي طبعا، ده اول مره تحصل في مصر، ده صحيح. الحدث ده والنوع ده من الحدث اول مره يحصل في مصر. فلاي واحد، اي واحد واي كيان الشرف ان هو يشارك في الفكره من انطلاقها لاول مره.
دي حاجه تاريخيه يعني يوم النهارده ده كده وكمان مع الكورونا يعني وكده فده رغم الظروف حاجه نادره كمان حاجه تاريخيه ونادره جدا بصراحه بالظبط فيا رب دايما يا رب نبقى على حسن ظن على قد حسن ظن جمهور الاهلي ولازم جمهور الاهلي ويعرف ان احنا بنحاول يبقى دورنا فعال اكتر ما هو ظاهر ويا رب يا رب احنا المصريه اتصالات وبتحاول بصفه عامه كمان تشارك في المنظومه الرياضيه كلها احنا بنرعى منتخب بكره اليد بنرعى كل ما هو يعني في العاب اخرى غير كره طبعاً القدم طبعا كره اليد يعني منتخب حضراتكم مصر. الشركه المصريه للاتصالات كمان بترعاها بالظبط يا فندم فاحنا دورنا هي الرياضه احنا عايزين حاجات فعاله حاجات تحبها الشعب حاجات مفيده للشعب ونبقى فعالين دايما فيها يعني نعمل حاجه بناءه مش شعار وتجاري نستفيد منه خالص يعني بنحاول نبقى لينا دور في مجتمعي طبعا بالظبط دور المجتمعي كنت هاجي لحضرتك فيه وغير الدور التسويقي وان برضو العملية التسويق وعملية المكسب ده اكيد لكن كمان شركة وطنية شركة عندها كمان التعاون الوطني من خلال حضرتك بتقول الالعاب وكمان انا نفسي كمان تكون على مستوى الالعاب الفردية مستوى الالعاب الفردية في مصر من زمان اعتقد كانت مظلومة بشكل كبير جدا بالرغم انها بتحقق نتائج في اولمبياد جايه ان شاء الله اللي جايه ف ممكن لينا دور ان شاء الله كمان بالاولمبياد باذن الله عايزين نتخبى عايزين نوع المفاجاه عايزينك تقول امتى المفاجاه اللي جايه يعني لا ان شاء الله بس اقول لحضرتك حاجه بس لان انا ما بقولش ميعاد موضوع الكورونا ده لخبط الواحد حساباته يعني هو ما عطلش قد ما هو لخبط يعني مش عارف تقول امتى ايه اللي هيحصل بس هي دي المشكله لكن احنا مخططين المراحل احنا قلنا دي مرحله اولى فقط والله دي اول مرحله ابسط مرحله اللي احنا بنقول فيها استاد الاهلي والسلام ده مجرد اعلان مجرد استاد ملعب الاهلي الشغل الكويس التقني العظيم جاي ان شاء الله في المراحل اللي جايه وهي مشكله فعلا حكايه الكورونا دي احنا مش عارفين نقول امتى زي ما حضرتك قلت يعني حضرتك في اولمبياد اتاجلت في مؤتمر برشلونه بتاع الموبايل اتاجل في مؤتمرات عالميه ما كانش حصل لاي سبب من الاسباب كانت بتاجل بسببها اتاجل الكورونا كاس العالم جاي قادم ان شاء الله في 2021 لكره اليد وهيقيم في مصر ان شاء الله هيكون لحضراتكم دور كمان فيه ان شاء الله احنا الراعي بتاع منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. فدي المشكله بتاعت المفاجات احنا مش عارفين نقول بس امتى وفين بس مش عارفين تحددوا معاد يعني طبعا البلان موجود الخطوط العريضه موجوده الخطط موجوده حضرتك قلت ده يمكن المرحله الاولى ويمكن المرحله الاسهل شويه الاسهل يعني المراحل اللي جايه بتكون فيها شغل اكتر شويه وربنا طبعا يوفقكم فيها لان زي ما بقول لحضرتك كمان انت بتقدم رساله مش لجماهير النادي الاهلي بس انت بتقدم رساله لكل الشعب المصري بالظبط وده نموذج اكزامبل كده بنبدا بيه ودايما النادي الاهلي سباق بان هو يطلع نماذج جديدة وكابتن محمود الخطيب أكد على الكلام ده وبيأكد عليه تاني عملية التطوير في مش في المنشآت لكن التطوير كمان في البني آدمين وكمان عايزين نوصل لكل شعب مصر وكل المصريين إن إحنا شغالين بتطور ملحوظ جدا فممكن جدا حد غيرنا يغير ويعمل زينا فالموضوع الموضوع إيجابي بشكل كبير يعني صح طبعا النجاح بيبان وبيتعرف ومحدش يقدر يهده فبجد النهارده اللي حصل ده انجاز تاريخي وباين في فرحه كل الناس يعني الناس كلها مبسوطه بالنتيجه طلعت كويسه زي ما هم كانوا متوقعين يعني صحيح والاهم كمان زي يمكن ما انت قلت واكد عليها تاني انه التطوير ده مش خاص باي يعني خاص اولا بالوعي بدانا بقناه النادي الاهلي النهارده على مستوى الرياضه على مستوى التنميه البشريه زي ما بنقول ان احنا النهارده في تطوير على جميع المستويات يمكن شفنا النهارده قطاع الناشئين وبراكتش هيعمل شغل كبير جدا مع الناشئين اللي لسه اصغر حتى من 15 سنه وطالع النهارده في شغل كبير جدا ما يخصش اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي فقط لا يخص كل اهلاوي ويخص كل روح الرياضيه وكل واحد محب فعلا للرياضه بشكل حقيقي وعلى رأسهم المنتمي للنادي الأهلي بشكل حقيقي برضو أستاذ محمد دي مهمة ده حقيقي ومستنيين كمان في القناة تطوير أكتر
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله دي دور الكبير. لا طبعا دي دور ان شاء الله. طيب هتكون موجود في كاس العالم لكره اليد هتلعب ولا انت؟ لا يعني ما صدقني اعتزلت بالظبط كده. انا لا انا كنت بلعب كره سله. كره سله اوكي. واعتزلت من بعد الجامعه بشويه يعني ما علشان موضوع عشان الشغل والدراسات والحاجات. بس عمرك ما لعبت كره قدم؟ لا لا يعني بنلعبها كده يعني ما فيش حد مصري ما بيلعبش كوره. هو اكيد لعب. هو ما فيش اي حد بيلعب اي رياضه بيلعب كره قدم. يعني مصر كره القدم رقم واحد في مصر. دي حقيقة. فطبعا كلنا لعبنا كره قدم وكل الرياضات الثانيه اللعبه المفضله ليهم في اللعب مش في الفرجه بس كانت كره القدم. يعني كل فريق كره سله كان بيلعب كره قدم زي السله بالظبط يعني. لا والسله كمان يعني برده كان في مصر اجيال طبعا اجيال عظيمه في كره السله وصلنا اعتقد اولمبيات لان مصر لعبت اولمبيات بس كرة السلة. انا كنت جيل يعني هيثم سعيد وحسين سمير والناس دي يعني. اوكي وقيدار يعني انا يعني قديم شويه. اتفرجت على الماتش؟ اتفرجت على جزء من الماتش كده بس كنت في اجتماع فوق بس اتفرجت على جزء من الماتش. مين اكتر لاعب عجبك في المباراه النهارده؟ بيومي فؤاد. بيومي فؤاد. بيومي فؤاد اهلاوي خطير بصراحه يعني اختيار بيومي فؤاد ان هو يجي زي المباراه انا مش عارف بيختاروا بس اختيار رائع يعني جدا يعني اختيار رائع وهو كمان دمه خفيف جدا مش عارف شفت الحلقه بتاعت عارف يقول اهلاوي للنخاع طبعا طبعا وكان قاعد هو سعيد كمان يعني هو سعيد كان جنبه كابتن علاء عبد الصادق جنبه الكابتن ايمن شوقي رحت قعدت معاهم شويه كده دقيقه ولا حاجه فلا لا بيعمل روح ايجابيه جدا وزي ما انت قلت النهارده كلنا سعداء يعني كلنا كل حابب اللي بيعمله كلنا فرحانين دي مهمه جدا ده باين قوي كل واحد كان حابب اللي هو بيعمله يعني مفيش حد جاي متضايق مفيش حد المجهود مش باين على الناس يعني مش باين على الناس ناس مبسوطه فمش باين عليها المجهود اللي عملته الناس دي ما كانتش بتنام كانت تعبانه ظروف الكورونا زي ما قلت لحضرتك اللوجستيات اللي ورا الشغل في ظروف الكورونا كانت صعبه جدا جدا ده اللي عايز اقوله برضه حضرتك عليه حضرتك طبعا بتقوم بعمل رائع وكلنا لامسينه لكن كمان في ناس كتيره قوي مش متشافه بيقولوا ما وراء الكواليس طبعا. كمان بيعملوا شغل يعني الناس اللي مش متشافه اكتر بكتير جدا من الناس اللي متشافه جدا ومجهودها اكبر كبير جدا كمان من الناس اللي متشافه فعايزين نحييهم طبعا عايزين طبعا نحييهم ووراه جيش جرار برضو تاني اخر مره اشكر شركه استادات على التنظيم الرائع كالمعتاد المجهود اللي واضح على استاد الاهلي والسلام اخذ شغل قد ايه؟ من اول الفكره ماشي طيب اقول لحضرتك الفكره دي طلعت تقريبا في اواخر اواخر سنه 2018 اواخر سنه 2018 انا اتذكر والله مش عاوز احدد بالظبط بس اواخر سنه 2018 الفكره دي فكره ملعب الاهلي واستاد السلام بدات الفكره في اواخر سنه في اواخر 2018 لغايه النهارده وبدا الشغل امتى بقى الشغل ورا طول الفتره دي عشان حضرتك على فكره هو اصعب مرحله هي التخطيط طبعا اصعب مرحله طبعًا. واطول مرحله هي التخطيط عشان ما تيجي تنفذي مرحلة. عشان ما تيجي تنفذي ما تضطريش تعدلي والتعديل بيؤدي لخسائر فهو التخطيط والتنسيق زي ما قلنا طبعا التاج الحربي والنادي الاهلي ووي والشراكه والقيمه والتنفيذ هيبقى ازاي والحقوق هتبقى عامله ازاي ده حاجه مش سهله خالص النقاش فيها ولا الشغل عليها وطريقه التنفيذ انت بتخطط لطريقه التنفيذ قبل ما تنفذ وبعد كده انت ما بتعملش مرحله وتقول لما نشوف هنعمل ايه في الباقي انت بتخطط لكل مراحل من اول مره وبعد كده بتبتدي في تنفيذ المراحل مره واحده فده كله كان عاوز شغل ان هي فكره مش بتقلدي حد ومش بت بت بتنسخيها من حد ولا تنحدي حد فكره جديده بتولد. في مصر وطريقه تنفيذها عشان تعمليها مع النادي الاهلي ومع الانتاج الحربي ومع شركه وي كيانات واسماء بالثقه ده لازم تعمل اول مره صح مفيش اخطاء فعشان تعمل مفيش اخطاء لازم تخطيط صح وتنسيق صح وتنفيذ صح طبعا طبعا مده كبيره بياخد وقت طويل لان كل تفصيل اعتقد بيكون لازم مراجعه قانونيه واجتماعات ومناقشات طويله جدا ده غير ست اشهر كورونا يعني طبعا يعني غير ست اشهر كورونا يعني دي مش حاجه سهله يعني لكن بصراحه الواحد سعيد انا يعني فخور ان انا موجود طبعا في بيت من بيوت النادي الاهلي وكل واحد في المنظومه دي فرحان لنفسه طبعا وفرحان للطرف الاخر ان هو نجح معاه فسعيد بالشراكه الشراكه مش امضه عقد الشراكه لازم تبقى سعيد بيها وعشان تمتد وتتجدد وتكتر لازم يكون في تعاون وتنسيق وتفاهم في الشراكه والحمد لله الحمد لله احنا مع اداره النادي الاهلي يعني في احترام وتنسيق متبادل وكابتن محمود الخطيب
ودكتور اشرف صبحي كمان دكتور اشرف صبحي طبعا اشرف النهارده طبعا رعايته لا في المنظومه كلها بسم الله ما شاء الله يعني. طيب احنا في البيت الكبير على ملعب الاهلي واستاد السلام لسه مستمرين بعد الفاصل. البيت الكبير اتفضل. رجعنا لحضراتكم تاني ومنورنا طبعا مستر محمد ابو طالب، بنرحب بيك مره تانيه. وعايزين يعني سريعا، مش احنا مش لسه مش هنخلص، قدامنا لسه يعني كذا سؤال، لكن البلان المرحله اللي جايه، انت حضرتك قلت دي المرحله الاولى، عايزين برضو نشوف هو ناقص كام مرحله، يعني المرحله الثانيه ان شاء الله هتبقى خطوط عريضه، ممكن نشوف فيها ايه. وكمان عايزين نطمن على تنظيم بطولة كأس العالم اللي هتقام إن شاء الله على أرضنا السنة الجاية بإذن الله. إن شاء الله. برضو تاني أرجع أقول في حتة المراحل، فاضل مرحلتين. مرحلتين يعني. مرحلتين إن شاء الله. بعد كده إحنا بنتكلم تاني، هقول الخطوط العريضة، مش هقدر أقول تفاصيل، برضو لازم أرجع لشركة استلات وتفاصيل حسب الاتفاق وتم التنسيق بيه يعني. هو إحنا دلوقتي زي ما قلنا الواجهه دي المرحله الاولى، مكان التاني نشتغل على محتوى الواجهه، لازم الجمهور اللي يدخل الاستاد هنا يلاقي خدمات، يلاقي انك بتفعل انتماء الاستاد والرعايه للجمهور، يعني لازم يلاقي الشراكه دي طبعا. لازم الجمهور يحس بيها، يدخل الاستاد مش يتفرج بس وعلى الماتش ويمشي، الاستاد ده لازم يبقى مزار، يعني لازم يبقى الناس تزوره. مزار يعني ايه؟ يعني مزار يعني حضرتك النهارده لما مسافر برشلونه، وكابتن هاني طبعا عارف، بتروحي كامب نو. كامب نو ده بتدفعي تيكت عشان تروحي تتفرجي على غرفه اللعيبه، بتتفرجي على الاستاد من فوق، ده استاد، ده مزار، متحف. خلاص، في حاجات بتتعمل ليها علاقه بالنادي الاهلي، تاريخهم، هيبقى لازم يبقى متحف. فالمحتوى بتاع الاستاد هو ده المراحل اللي فاضله ان شاء الله. المحتوى ده لازم يكون بيخدم اللي بقوله، بيخدم اهتمامات جمهور الاهلي. يعني يبقى حاجه نشاط يخدم اهتماماته، نشاط تجاري للنادي الاهلي، نشاط ثقافي. طبعا لازم تحببي في جيل طالع جاي، لازم يشوف بطريقه تانية الكوره، زي لازم يشوف زي بره الكوره، لازم الانتماء بتاعه يبقى مبني على حاجات غير اللي احنا تربينا اتعودنا عليه. احنا كنا زي ما نقوله في بدائيات قبل كده، دلوقتي لازم نواكب العصر، ولازم الدنيا بتطور جدا وبسرعه جدا، لازم نجري وراها. فالنهارده الجيل اللي طالع ده مش شايف تيشيرت حمراء بيجيب جون وخلاص، لازم يدخل جوه النادي، يعيش جوه النادي، يعيش جوه الاستاد بتاعه، ده هيبقى بيت، يحس انه رايح، يعني بالظبط يحس انه رايح بيته، وهو موجود في استاد حاسس ان انا موجود في البيت، ياخد اطفاله معاه، بيبقى الناس بره بيبقى يوم عائلي، يعني يوم جميل رايحين يتفسحوا ويتفرجوا على مباراه حلوه، وبيبقى فيها اجواء، بيروحوا قبل الماتش باربع خمس ساعات عشان بيبقى فيه حاجات كتيره جدا تتعمل قبل الماتش. بالظبط، فده ان شاء الله في خلال الماتش وبعد الماتش. بالظبط، وفي الايام اللي ما فيهاش ماتشات يبقى برضو زياره استاد النادي الاهلي ده في حاجه. هو ده اللي حضرتك تقصده بالمزار، ان انا مش شرط اربط زياره الملعب بانه في مباراه، انه في مباراه، لا، الناس طول الوقت او طول الاسبوع فيها انها تيجي تطلع على اسماء اللعيبه، تطلع على ممتلكاتهم مقتنياتهم. ده ان شاء الله ممكن نقول عليه انه من ضمن التطوير اللي جاي في المرحله اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ولازم يفهموا معنى نادي الاهلي والانتماء للنادي الاهلي والرياضه بطريقه مختلفه، بطريقه تواكب العصر اللي احنا عايشينه. يعني لولا المنافسين للنادي الاهلي ما كانش بقى النادي الاهلي ده حقيقي. خلاص، فانت النهارده الفريق اي طفل طالع بينشا بينتمي للنادي بتاعه، بينتمي له بغض النظر هو بيكسب وبيخسر، لازم يتعلم البدايات دي. لازم الطفل او الناشئ في النادي الاهلي بينتمي للنادي الاهلي، مش بينتمي للنادي الاهلي عشان بيكسب، بينتمي للنادي الاهلي عشان ده النادي الاهلي، عشان انا بحب النادي الاهلي، لازم ينتمي له بطريقه مختلفه.
لازم يتفرج على ازاي الناس دي عايشه من الاكل، ازاي اللعيبه بتعيش، ازاي اللعيبه بتدخل غرفه الملابس. احنا انا يعني احنا على يمينا ما كناش نعرف، عمرنا ما كنا نعرف شكل غرفه الملابس عامله ازاي. لما كانش في كاميرا بتدخل، ما كانش كنا بيدخلوا من بوابه كبيره وبيخرجوا من بوابه كبيره. النهارده لا، الطفل في الانترنت والسوشيال ميديا واليوتيوب والحاجات دي، خلاص بقت فاتحه العالم كله على بعضه. هو طفل لازم يجي النادي ينوض او الاستاد يشوف الكلام ده جوه بنفسه يلمسه. يعني وكمان اعتقد نرضي شغفه، نرضي يعني اعتقد كمان مش على مستوى الجماهير كمان. انا يعني انا كمان كنت رحت لعبت في ريال مدريد، فانا على مستوى اللعيب اللي بيخش، لا ده استاد مختلف، دي حاجه مختلفه. فكذلك ممكن جدا حتى في مباريات الدوري لما يلعب النادي الاهلي الفرق التانية بتخش، لا ده احنا شايفين حاجة مختلفة، ملعب الاهلي والسلام ده مختلف، وبيبقى فيه نوع من انواع انك وانت داخل ده استاد النادي، يعني ده ملعب الاهلي، ده يعني في شعارات كده وفي احساس ان ملعب الاهلي واستاد السلام ده بتنقل انت كمان لشعور اللعيبه، للاداريين اللي بيجوا، للمدربين اللي بيجوا، بتنقله لحته ثانيه خالص. وخصوصا كابتن هاني الدول الاخرى الماتشات الدوليه طبعا. خلاص دلوقتي حضرتك يعني كنت في منتخب مصر وعارف اللي بيدخل استاد القاهره كان بيحس بيه، وكان استاد عامل ازاي؟ بيترعب طبعا. استاد القاهره ده كان حاجه مرعبه جدا لكل دوله افريقيا. فطبعا لما يكون استادي بينتمي للنادي وشعر النادي ويدخل يقيه بالمنظر ده، بيدي ليه هيبه وليه هول كده. ده صحيح. ده صحيح. ان شاء الله موجود في البلان، ويبقى يعني كده كده الفرق بتتقدم الاهلي، بس عايزين ناخدها كمان ان شاء الله باذن الله. والله كنا بنتفق مع شركه استاد النهارده على شويه حاجات ان شاء الله للعيبه، والتجهيزات اللي جوه اللعيبه والتجهيزات اللي بره اللعيبه على احدث مستوى. احنا كمان عايزين نقول للناس حاجه مهمه جدا، احنا شفناها حتى من وقت ما دخلنا لحد ما بقينا هنا، يمكن احنا موجودين يعني شايفين الملعب كله بالمدرجات، انه التطوير مش بس خاص بالملعب ولا المدرجات. المدرجات اللي حضراتكم شايفينها ده على مستوى الداخل كمان، يعني على بالزبط. مستوى اللي احنا لما احنا دخلنا من اول الباب، يعني على مستوى الغرف، على مستوى الأوض، يعني مجهز يعني على أعلى مستوى الحقيقة. وده كمان لازم نشيد به، لأن يعني أو نسلط عليه الضوء دلوقتي وإحنا بنتكلم، لأنه أعتقد أن إحنا يمكن الملعب أو فكرة الملعب هي اللي تم تسليط الضوء عليها. فكمان لازم نشيد بحضراتكم أنه كمان التطوير ما كانش للملعب فقط، ملعب الأهلي واستاد السلام، لا ده من جوه كمان. يعني حضراتكم إن شاء الله هتيجوا، وإن شاء الله تتفتح الملاعب كلها يعني لاستقبال الجمهور، بس دي حاجه كمان مهمه لازم ننور عليها. والله حتى التاتش اللي هي بتاعه اللي هي الشعبيه او الحقيقيه في مدخل الجراج والحته دي، كانوا بيفرجوني مع معالي الوزير طبعا محمود خطيب للرسومات الجرافيتي اللي مرسومه، شفناها منتهى جمال حتى في القناه على فكره. مش عارفه شفتها انت؟ لازم تشرفنا على فكره في القناه. لا لازم طبعًا. يعني توعدنا ان شاء الله بعد بس ما تاخد راحه سلبيه ان شاء الله تستنينا في البيت الكبير، وتشوف بقى ان شاء الله معانا. انت معانا ان شاء الله في كل مراحل التطوير ده، مش اول تطوير ومش اخر حاجه في التطوير. الشركه المصريه للاتصالات وشريك يعني دائم وملازم لينا باذن الله. ما بعد ما تروح للساحل ولا بعد ما تيجي بس؟ لا ما عشان فيش ساحل بقى، خلاص في ويك اند ان شاء الله. ويك اند بقى ان شاء الله باذن الله. بس يعني باذن الله بس توعدنا ان شاء الله ان بعد ما ترجع لو كان في سفريه تشرفنا في البيت الكبير ان شاء الله. ان شاء الله والله جوه الاستوديو. وعد والله باذن الله. وعد باذن الله. وعد ان شاء الله، لان انا عارف ان في حاجات كتيره جدا جدا انت طبعا مش يعني مش وقتها ان تتقال. احنا نفرح النهارده باليوم الجميل دوت بالتنظيم الرائع، بنشكرك كمان على التنظيم مره تانية، لان حاجه يعني حاجه جميله جدا. مستر محمد كامل كمان بيقدم دور اكتر من رائع، وانت عارف ده الراجل يموت وينجح طبعا. يعني محمد طبعا يعني بيشتغل بايده وبيشتغل في كل حته ومتواجد في كل حته. ربنا يوفق الجميع يا رب ان شاء الله، وتبقى دايما صوره كده كمان الحاجه ديت صوره لمصر كلها. صح. وجهة لمصر لما ان شاء الله يعني برنامجنا متشاف في كل الدول العربيه. صح. بتشوف نقله الاهلي شركه وطنيه كبيره جدا، بتتكلم على الانتاج الحربي مؤسسه عسكريه وطنيه 100%، بتتكلم على الشركه المصريه للاتصالات مؤسسه وطنيه. فدي كمان صوره
بتبروز الوطن وبتبروز احنا واصلين لفين، وان شاء الله كمان نتقدم ونتطور اكتر. فدي كمان مش لمصر بس، لا ده للوطن العربي وكمان للعالم كله. ان شاء الله بننقل صورة احنا واقفين فين وهنوصل لفين. صورة مشرفة جدا لقد ايه المصريين منظمين وقد ايه بيقدروا يطلعوا حاجات من اول صعودنا لكاس العالم، من اول تنظيم الامم الافريقية في اضيق وقت. ده حقيقي خلاص، وكان مفاجأة وبصراحه كان تنظيم ممتاز. للنتيجه اللي طلعت النهارده ان احنا نقدر نعمل اي حاجه احنا عاوزينها وبمنتهى النظام ومنتهى الصوره جميله باذن الله. احنا الصورة غير الواقع طبعا. الصوره دي بألف كلمه او بألف معنى زي ما بيقولوا. وانا سعيده جدا وفخوره. امبارح ايهاب الخطيب لما كنا قاعدين بعد البرنامج فبيقول لي، لقيته قاعد كده مش عايز، والله العظيم قاعد على السلم، بقول له ايه ايهاب مالك؟ قال لي، بقول لك يا سهام اصل الاستاد، قاعد يحكي لي على الاستاد، بيقول لي انا جسمي اشعر. قلت له والله العظيم وانت كلامك خلى جسمي اشعر. بجد من اول واحنا ما كناش لسه كله حابب اللي بيعمله فمش حاسس بالمجهود. احنا اول مره نشوفه زي حضراتكم على فكره، يعني الاستاد اول مره نشوفه زي حضراتكم من شويه لما دخلنا واحنا بنستعد. فده دي حاجه يعني مدعاه للفخر زي طبعاً ما بنقول. زي كابتن محمود الخطيب قال يعني زي واستحضرتني كلمه كمان طبعاً لكابتن محمود الخطيب في خطابه في وقت افتتاح ملعب الاهلي واستاد السلام، لما قال اشتغلوا عشان تنجحوا ما تشتغلوش عشان تفشلوا الاخرين. الكلمه دي طبعا بص رنت بجد. اكيد انت شو يعني سمعت كلمه كابتن محمود الخطيب طبعاً. كان في الرسائل ديت، وخلي بالك انت اتعاملت معاها بسيطه وواضحه واضحه وبهدوء وحصل جدا. وده النادي الاهلي، يعني انا متربي في النادي الاهلي، ده هو النادي الاهلي. واعتقد الحاجات دي كمان والمبادئ والتاريخ بتشجع كمان الشركات الاعلانات وشركات التسويق انها تكون اسمها مرتبط بالنادي الاهلي. فده شغل وده تعب، واحنا دايما بنشتغل. وانت قلت احنا بطوله امم افريقيا ديت يعني اتنظمت في اعجاز فعلا. اه والله يعني فعلا شهرين بالظبط، في شهرين وانت عارف انا اصلي كنا احنا انت وصلنا الالياف الضوئيه للمطبخ انا يعني احنا وصلنا الالياف الضوئيه وموصلين الفايبر الالياف الضوئيه للاستاد دوت كمان، وهتبقى اعلى سرعات هنا واعلى تكنولوجيا ان شاء الله. فساعتها كان طبعا نوصل كل الالياف الضوئيه لكل الاستادات في وقت قصير جدا ونضمن كواليتي عالي جدا. كان مسألة مش سهلة يعني. احنا مصريين بنحب التحدي ولازم نتزني قوي علشان نعمل حاجة حلوة قوي. بالظبط صح، ده نوع من يعني انا حاسس ان كل ما تدي لا انت لازم تخلص ده في خلال 48 ساعة وهي تخلص مثلا في اسبوع، بيبدأ يظهر معدن المصري ويبدأ يحس، وخاصة لو مرتبط ببلده. عندنا حاجة للبلد وما شاء الله احنا بنشوف مشاريع بتاخد المفروض تاخد سنين بتتحقق في شهور يعني. الجميل اللي يبسط كل المصريين دلوقتي ويبقى فخور بيه في طبع المصري او في طبيعه البني ادم المصري، انه لما بيدخل في العجله وبتمشي العجله بيعمل احد خلاص بيفضل شغال على طول، المفروض ما فيش حاجه توقف. فالنهارده بقت سمه في المصريين وفي الجيل اللي موجود دلوقتي ان هو بينفذ حاجه وهو بيحضر حاجه اللي بعدها. دي حاجه ما كانتش موجوده من فتره. ده حقيقي. النائب التجاري للشركه المصريه للاتصالات ويشرفتنا جدا استاذ محمد ابو طالب. الشرف لي نورتنا وبنقول لك شكرا مره تانية ومرسي. وان شاء الله بالتوفيق في الخطوات اللي جايه باذن الله، وتكون مستنينك ان شاء الله في البيت الكبير ان شاء الله. ان شاء الله نورتنا وشرفتنا. ميرسي جدا. طيب احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير، هنروح لفاصل ونرجع تاني وخليكم معانا. اتفضلوا.